فرق كبير جدا يا حضرات بين ناس بتشتغل عشان نصرة أمة وتحقيق مشروع زي بناء دولة أو تنمية دولة أو تحرير دولة من الاحتلال، وبين شوية مستبدين كل همهم حماية عرشهم ومصالحهم الخاصة. تاريخ طويل من الخيانة والمشاريع الشخصية، من أول الشريف حسين للسيسي لفيصل الأول لبن زايد لعبد العزيز آل سعود لبن سلمان. فرق كبير قوي بينه وبين الراجل ده حيم وايزمان، يهودي صهيوني، هو مؤسس حقيقي لدولة إسرائيل. ما شفناش ولاده حكموا بعد كده، شفناش ليه أي حاجة تانية. حكم انتخبوه رئيس إسرائيل، مش رئيس وزراء بالمناسبة، مش رئيس وزراء، رئيس لإسرائيل، لأن بن غوريون بعد كده هيجي. إنما حكموا مش خلاص، يعني خد المنصب ده تكريما ليه ومع السلامة. ما شفناش ولاد بن غوريون اللي هو أول رئيس وزراء إسرائيلي، ما شفناش ولاده بعد كده. خلصت الناس بتشتغل لصالح أمة فيما تعتقد، لصالح شعب فيما تتصور، وبيأدوا أدوارهم ويمشوا. لكن عندنا ناس الحقيقة بتشتغل لمصالحها الشخصية، ناس عايزين يبقوا ملوك، وبيساعدهم بعد كده كتاب بيقبضوا ويشتروا في هيسندا شاليهات وقصور، ويطلعوا يتاجروا ويقلعوا ويتعروا، زي ده في مصر وده في الإمارات وعبد الرحمن الراشد في السعودية وغيرهم. أشباه رجال ساعدت أو بتساعد في استمرار التضييق والحرب الإسرائيلية ضد الناس في فلسطين. لكن يفضل حاجتين ما يقدرش الناس دي تنكرهم. الحاجة الأولى هو وعي الشعوب العربية بنضالها الحي، وده سر النصر ومهما طال الزمن وكثرة التضحيات. الحاجة التانية المهمة هو اعتراف الأعداء بمدى نبل المقاومة. دول حاجتين ما يقدرش ينكرهم أبدا. أديك شفت الإسرائيلي بيتكلم على ناس لابسة بنطلون أديداس رخيص وشبشب زي ما قال الإسرائيلي ده، لكن الناس دي أظهرت لأعدائها مدى نبلهم، وده اللي شفناه في رسالة دانيال أو دانيال وبنتها إيميليا اللي اعترفت بأنها كانت بنتها ملكة غزة. ده يفضل الجواب ده شهادة تاريخية على مدى نبل الناس دي. للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة، يبدو أننا سنفترق غدا، لكنني أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إيميليا. كنتم لها مثل الأبوين، دعوتموها لغرفتكم في كل فرصة أرادتها. هي تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقائها، ولستم مجرد أصدقاء وإنما أحباب حقيقيون جيدون. شكراً 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 على الساعات الكثيرة التي كنتم فيها كالمربية. شكراً لكونكم صبورين تجاهها وغمرتموها بالحلويات والفواكه وكل شيء موجود حتى لو لم يكن متاحا. الأولاد لا يجب أن يكونوا في الأسر، لكن بفضلكم وبفضل أناس آخرين طيبين عرفناهم في الطريق، ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة، وبشكل عام تعترف بالشعور بأنها مركز العالم. لم نقابل شخصا في طريقنا الطويلة هذه من العنصر، وحتى القيادات إلا وتصرف تجاهها برفق وحنان وحب. أنا للأبد سأكون أسيرة شكر لأنها لم تخرج من هنا مع صدمة نفسية للأبد. سأذكر لكم تصرفكم الطيب الذي منح هنا بالرغم من الوضع الصعب الذي كنتم تتعاملون معه بأنفسكم والخسائر الصعبة التي أصابتكم هنا في غزة. يا ليت أنه في هذا العالم أن يقدر لنا أن نكون أصدقاء طيبين حقا. أتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، صحة وحب لكم ولأبناء عائلتكم. شكرا كثيرا. دانيال وإيميليا. ربما تكون دانيال دي لها أجداد ماتوا في الهولوكوست، المحرقة الألمانية لليهود، لكن أثناء المحرقة اللي عملها نتنياهو لأهل غزة وهي في الأسر كانت بتعامل بالشكل ده. هم دول الحاجتين اللي هيفضلوا طول التاريخ: وعي الشعوب العربية بنضالها وقضيتها، واستمساك واستبسال الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم، والنبالة اللي عليها المقاومين دول. أشداء أسود في المعركة، لكنهم كالمربية مع طفلة أسيرة لديها. أعتقد أن العار يجب أن يحمله فقط الملوك والرؤساء العرب والكتاب والمثقفين العرب.